والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه اللهم صل وسلم وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة زي ما مشيني وانو مو ستوديوز زابال اف ام ني سلام تي في إيرانغا ندي وانو ني دكتور عبد الله هوذيل وكبا مغوانغا إلي السعودية عربية لكشارة سينيا لكشارة مو إمام محمد إسلامي يونيفرسيتي مشبوغا الرياض إلى جوانغا للا musomesa fe bana Uganda wano walulango era rudde akaseera nga atusomesa emisomo egyenjawulo mu kuddamu ebibuuzo olusaddamu ebibuuzo ku masimu ngali mitalawa mayanja n'ebirala naye olwali tuli naye wano insha Allah tabarak wa taala marhaba sheikh hayyakum Allah baraka Allah fikum afikum baraka Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa sallam allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudhillin amin wa 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqa amin ya rab amma ba'd fa alhaqiqa ana sa'id jiddan bi an nakun baynakum fi hadha alliqa' wa ashkur televizyon salam ala hadhihi alistidafa وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما نقول ونسمع. تاندسيني نوكبان تشيخ يوزا الله تبارك وتعالى نوكبان سالي دكو اجتبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نوكبازا وكبان تيأكلاغ السانيو وكبان غاينا فيوانو وكبان تجيكيزا غايتا كميكوتو جينو بإذنه تبارك وتعالى. نعم. نعم، نتكلم اليوم عن موضوع هو في غاية الأهمية، وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن إسلام المرء لا يكون ولا يقوم إلا بأن يؤدي المسلم الحقوق التي عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في معنى شهادة أن محمد رسول الله. ورأيلو تجينا كبانغا توجلكو عزيز حقوقه وبس في زوجك حقي أبي فنانوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولاجو تكينو كبانغا تنوريلا نغابو شماني انتي وبسلام بو مادام تبسلا كجولا وكجاكو أمماني صلى الله عليه وسلم تنبي الله تبارك وتعالى أتاينا أبي فنانوا يتينو كبانغا تجوزا. نعم، الحق الأول الذي يجب أن يكون وأن يقوم به المرء هو تحقيق معنى الشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله، يعني الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله. إيسو كده دليل واجب وتكدو كبانغا أوكاكاسا إنينغو إيو كبدي يا أنتي وأشهد أن محمدا رسول الله أوكاكاسا أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكوا الله تبارك وتعالى وكشاتولا وشيكا كاسام موتيما وشاتولا نو ليميرو نو كاسام موتيما نشيتوفو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكوا الله تبارك وتعالى أيو حقي أجيكولينا كوتكدو إلا سنغو جيبوسا بوسا أتبا بوزيو. نعم، وشهادة أن محمد رسول الله مقترنة مع شهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن نعبد الله وحده لا شريك له، لكن يأتي بعد ذلك السؤال كيف نعبد الله؟ فلا نستطيع أن نحقق عبادة الله عز وجل كما شرع الله عز وجل إلا عن طريق الرسل، ولذلك عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له لا يتحقق أو لا تتحقق كما يريد الله عز وجل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت شهادة أن محمد رسول الله مقترنة بشهادة أن لا إله إلا الله. وكنا كنت كريزا إشجامبو إشجعت نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكوا الله بتامبلا ببيدي شهادة سوكا أشهد أن لا إله إلا الله يقول إن بدا يقول كدا كوشنا إشجوب جروا إش بتامبلا بيوم بيدي إذا بيعدي داني جنا إذا بيقاطع جنا kubanga osoka kukiza Allah tabaraka wa taala nokakasanti nabi Muhammad mbaka we sallallahu alaihi wasallam tojja kumanya Allah woyagala okusinza mpaka ngokiriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulwaki bibamu kuba nabi Allah byatumira batuyigirize batusomese batuyigirize dini kakati nekiba nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otekeddwa okubanga naye omukakasa osobola okubanga oyiga byayigiriza
ikutuse kuwa otegere ngejogi nokusinza mu Allah tabaaraka wa ta'ala. Naam. Wallahu azza wa jal qala Muhammadun Rasulullah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، فما يأتي به ليس من عند نفسه ولا هو بمجرد رأي ارتأه ولا شيء استفاده من الآخرين، وإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. الله تبارك وتعالى تقام القرآن أنت محمد صلى الله عليه وسلم مبكى الله متيك لأفو تسميرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مبكى الله مكرو بياتو ساكو مبكى أبو جوا الله تبارك وتعالى سبي جامبو في سين دوتو زينتي يارو تبلو سي إلانا تسميري تكانتي مزيما يبا يوغير أبو بكى وامو سيوانكو في الله تبارك وتعالى كنبي محمد صلى الله عليه وسلم يكيوانكو مبكى كسوميسي كيجيريزي كنيونيوري بوتيا بوجن وكسينزا نبيو وبوتيا بوجن وكسينزا الله تبارك وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكونكوا حقي يكمنتي أمكيريزا وأتوا ومن أمكيريزا بسرو كييجا بوتيا بوجن وكسينزا الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن نكون وقافين، يعني نقف عند حدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تبارك وتعالى. فإذا جاءنا الحديث النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف عند هذا الحد ونعرف أن هذا القول قول حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس ككلام أحد من الناس الذي يقبل الأخذ والعطاء، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وهذا اعتقادنا أنه رسول الله. نعم. كاكاتي نشوي نوك بانغو من يوا نوك من في أطلبا أنت بيكوار غاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنجي يفنانغا مو وفاكا إنجي يوا مكامغاك مو في تتنشي تبوزا تنا كاكا سابو كاكا سانتي بيغامبو بينو ويشتوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبي جانغو الله تبارك وتعالى أهبيتو يجريزي يشوني نشوشي كاكاتاكو وتيكي دوك بانغو كاكا سانتي بيغامو بياتو يجريزي بيو نا تاينا موشيشي taina mu opinion ye ndowoza ye nsimanyi ngabo yindaba ngabo yinsete nkanya ngabo yinsubira a byonna otekido kwanti okaka santi byonna byatugamba byatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam ebijanga wa Allah wa tabaraka wa taala. Naam. Fal imanu bi anna muhammadan rasulullah hada asl min usul iman ولذلك اصول الايمان معروفه السته: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فالايمان بالرسل أن نؤمن بأنهم رسل من عند الله عز وجل، والإيمان بالرسل إيمان خاص وإيمان عام. الإيمان العام أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا إلى الناس. الإيمان الخاص هو إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان التفصيلي الذي يقتضي الاقتداء به في كل شيء. كاكاتي أكوكيز النبي محمد أكوكيز النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسنج ديني يفي jukira nti impaji z'obukisa ziri mukaaga okukiriza Allah tabaraka wa ta'ala bamalayika be ebitabo bye okukiriza bannabbi okukiriza nakula enkomerero okukiriza n'okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala kati impaji okukiriza nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezimu ku mpaji gyegimu ku misingi egy'eddiini okukiriza nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kujja miteeka ebiri olwo okujjanga kubuna n'obwo okujjanga nga kweyawulidde okubuna kwekuluwa okukiriza mba nabi bonna Allah tabaraka wa taala byeyatuma ate okweyawulidde kwekokuba nti okukiriza nabiyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wenkumiriro mba nabbi eyajja okuggalawo bannabbi eyajja okuggalawo emirimu gyonna ababaka n'abatume. Naam. Wa min huquq hadhihi shahada shahadat anna Muhammad rasulullah aw min ma'naha al-asas huwa tasdiquhu fima akhbar. كل شيء يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصدقه، أنه ما ينطق عن الهوى. أي شيء يخبر عنه في أمر الماضي هو وحي، أي شيء أخبر عنه في أمر المستقبل في هذه الحياة الدنيا فهذا يجب أن نصدق به. أي شيء أخبر به من أمر الآخرة في أمور البرزخ ما يكون في القبر وكذلك ما يكون في أرض المحشر
وما يكون في الجنة وما يكون في النار، وكذلك إخباره عن تفصيل أسماء الله عز وجل وصفاته، يجب أن نصدقه في كل ذلك، وهذا حق من حقوقه علينا. إلا مزمك حقه زتونين جاتونا كنا بمحمد صلى الله عليه وسلم زينوك من ياتي أمك كاسا بلشون نشي يجريزا يجري كمبيرا نينجي يجري كمبيرا إزيبيا إيتا ونوزيكا كاسا nayongera ku mbeera ezebiriwo onobizikakasa, nayongera ku mbeera ezebijja mu maaso onobizikakasa, nayongera ku mbeera ez'omuntaana, nayongera ku mbeera ezigenda okubawo mu bbaliro nga tutuuseeyo ku minzaani batubala, byonna byonna kubanga jjukira nti nabbi Muhammad sala allah salama yali nga tayogera ku ndowooza ye, yali nga tajja mu mutwe gwe, yali tajja mu ndooto, wabula yali nga ajja ku bubaka Allah tabaraka wataala bwe bamussaako. Kati nobyona okuba ng'okakasa ku nabbi Muhammad sala allah salama, oteekeddwa kuba ng'okakasa nti towakanya wadde byatunyonyola ebiri mu ntaano omwo. Mu ntaano yayogeramu ebigambo bingi nnyo, tosobola bimalayo. Naye ani yali agenzeyo n'abiraba? Teri. Oteekeddwa okuba ng'obikakasa. Okubuusabuusaamu ekimu bwe kiti oba obuusizabuusiza mu byonna byatuyigiriza nabbi Muhammad sala allah salama. Naam, ومن حقوقه طاعته فيما أمر، كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام علينا أن نطيعه لأنه رسول الله. ومن لوازم أو من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، فكل ما يأمر به، أمره بالصلوات، أمره بالصيام، أمره بالزكاة، أمره بالحج، أمره ببر الوالدين، أمره بأداء الحقوق، جميع ما أمر به عليه الصلاة والسلام علينا أن نطيعه في ذلك، هذا واجب متحتم. نعم. أتي نمزمك حق إن ذات وينك وكبانغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تمكيريزا موبي بيون نبي يتلاقيدا وكبانغا توكيزا بيون نبي يتلاقيدا نقابات ويسم بني سلا إسلا كسلا ناسم بني سلا قندر بزاد ناسم بني سلا كبامريكوا natusimbira kesira ebintu bingi nnyo byagendanga ssaako essira byonna byonna bye yatulagira n'abisimbako essira nga biragiro, oteekeddwa buteesi okuba ng'obikkiriza ng'obigondera ng'okakasa nti nabbi Muhammad sala allah salama ye tiyalinga nti ayogera ajja ku ndowooza ye wabula bwalinga bubaka obwamusibwangako. Kadhalika maani hadhihi shahada shahada anna muhammada rasulullah wahiya aidan yatakallam fiha an huquq nabi sala allahu alayhi wa sallam ijtinab ma naha anhu wa zajar، يعني أي شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجتنبه، فنهيه عن المنكرات عموما، نهيه عن الربا، نهيه عن الزنا، نهيه عن الكذب، نهيه عن الغيبة، نهيه عن حقوق الوالدين، نهيه أولا عن الشرك وأسبابه ووسائله، فكل هذا علينا أن ننتهي عنه. جوينوك بانغو مانيا انتيرا muzimu ku haki za tuinako nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kuba nti twesamba byonna byatwewaza, yatwewaza byokola shiriki, yatwewaza byobutambuze, natwewaza byokunywa, natwewaza obwononefu, natwewaza obuseegu, byonna nga bwe tubimanyi byonna byatwewaza mu haki za kulinako. Buli kyonna kyeyatwewaza kyeyatugaana tekikkirizibwa, oteekeddwa buteekwa kubanga okimanya nti ekyo kyeyatugaana tekirina kubanga kisembererwa, tekirina kubanga kikolwa, tekirina kubanga tukyettanira. Kulwaki? Okugaana kwe ayeta si yali atugaana, wabula yali atumiddwa oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga mulagidde atugaane emize egyo gyonna. Nam min huquqihi alayhi salatu wassalam mahabbatuhu almahabba alazima mahabbat annabi sala allahu alayhi wa sallam mahabba khasa leyset kamahabbatina li ay wahid min albashar، لأنها تتجاوز محبة الولد ومحبة الأهل ومحبة المال ومحبة الناس أجمعين، بل تتجاوز محبة النفس. علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا أنفسنا، ذلك أنه رسول الله عز وجل الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لا شك أن هذه أعظم نعمة يعيشها الإنسان حين يخرج من الظلمات إلى النور، فهذه أوجبت وأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الحق العظيم، أعطاه حق أن يحب
محبة أعظم من محبة النفس. مزيمك حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاينا أكبانغا يقاروا وتيكي دوابو تيكوا أكبانغا تيقلوا ويشتبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وككتواكو كبانغو مواغلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل مزيمك بنتبه بي منسمنو وككبانغا تيقلا نبي الله تبارك وتعالى توليو شندوشو نشا بيشو غنا كفنا chinza kutuka kwagala gwe kubantu yagala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ngakruwachi nedda nga nabi sallallahu alayhi wa sallama yatukulembira okutuja mu kizikiza otwala mu kitangala bantu bali babangalia mbita mu bizikiza nakatabamba kya imbizikiza ne yakukulembira nakuligiza kanu nakuyigiza kali nakuyigana kanu nakgana kali okubantu yakulembire mu nsonga nene bali omwanadamu yenofuna okwesiima nofuna akalembereza mu dunia muno kaina kutambulia mu kwagala kwe kwalina eri wechitwa nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam era chikakata ko okubantu omwagala yu haqi ajikusa boteke do kubanga omwagala nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam wa huquqihi ta'allumu sunnatihi alayhi salatu wassalam sallallahu sallama hatta yakun al-iqtida bihi iqtidaan sahihan hadha ma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi mithl qawlihi sallu kama ra'aytumuni usalli فيه الأمر هذا بتعلم سنته تعلم طريقة صلاته حتى نصلي كما كان يصلي وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للناس في الحج والناس في الحج بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر وكان يقول لهم خذوا عني مناسككم هذا يدل على الأمر بالتعلم بأن يروا كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم فيصنعون مثله ويفعلون فعله فلا بد أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرمك من الاقتداء الصحيح يعني تجد بعض الناس ما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يقتدي في كل أموره بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي منعه من ذلك جهله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كان المرء أكثر علما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل اتباعا واقتداءا kakati nira mu binabi yino kubanga omanya gwe munaffe atulaba n'atuwuliriza nti okuyiga sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kikulu era kikakatako okuzisoma oziyige ozikolereko oziyigirize banno otekedde okubanga otekayo birowoozo otekedde okubanga weerwanako okuyiga enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyo gyetuyigiriza emanyikiddwa mu basooka w'abalongoofu nabo gye beekwatako tusulukuwanga tujie kuatako chabeyi echimu kubintu yebebebebe yoli nako kubanga wekute kusuna zani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enyingi ezita gambika ezita gwayo ezita koma wetu kedu kubanga obulamu bobo na omanya nti nayo suna yange nakwata yino yona jobo kute nesu kunyezeyo kujo kongereze endala nendala insha Allah tabarak wa taala ilanga echimu kubintu yebebebe yote kedu kubanga bibulamu bulamu bo kwekwata ku sunna zo wekitiba nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام الاقتداء به واتباعه غاية الاتباع أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به وأن نجعله الأسوة لنا في هذه الحياة وهذا أمر الله عز وجل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة حسنة وهذه الأسوة وهذا التأسي والاقتداء فرع عما ذكرته قبل هذه النقطة وهو تعلم سنته تعلم سنته لا لأجل أن يكون عندك علم نظري عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون تطبيق عملي لا بل نتعلم السنة لنقتدي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام يحفظ المرء من الضلالة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي نعم كاتياتيمو بيمو يلاكو حق زوما زنو كبانغو مانيا زوينا كو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكبانتي ومرونغا ميراكو ومغو بيريدا مبوف وطامجا مبوف بوي يشغيري ويشيسا واتاتي كاشيجيتو تيكاو إلا موسونغي يو يكبانتي ومانا دامو أغو بيريدا ويشتي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم غامتا أتامجا مبوف بوي مولي ويشيرونغي يشكويتو كبانتي وكوميرو كبرونغوف kubanga ojja kutyogenda mu bifo ebitali bituufu mulimu ekirungo ekikuba nti ekikuleeta okwekumira ku ddiini tojja genda mu bifo mutali kutya Allah tabaraka wa taala kati olina okubanga okimanya nti okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okutambulira mu bufu bwe ze zimu ku haki zaakulinako
asume da mateka anti Allah tabaraka yatumire mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam iranga chakulabira ko kutino kutunulira tusedini ya fimu nkola kutino kutunulira tunyikire tuongeremo amanyi byalinga ali muhijja yakole sibula abantu batudde masoge kudio kukono mugongo yonaba judde masoge ga 10 irija kumukulingira nabaganti mukwate munkopeko muige kunze enkola yeddini muzije ke mikolo je hijja hijja mujige kuva kunze nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kalika nishiba anti omuntu okuba anti akoppa aba atambulira mu bufu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatambulira nacho haki ajikuinako akwita okuba anti otambulira mu bufu muyatambulira nam ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام الإقرار والاعتراف بما أعطاه الله عز وجل من فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل فضائل كثيرة، فيجب أن نقر له بكل تلك الفضائل، فهو سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكذلك أول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، ومن يستفتح باب الجنة، وهو خاتم الأنبياء، وهو رسالته عامة لجميع الناس. فالله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة، فمن حقوقه أن نعترف له بكل تلك الفضائل. أي بارك الله فيكم. قطفنا قطفنا مكتنا كبريك. ليش مبين ينوك من يقوم نفع طلبا أنت أبيك كتكو تيك دوك وانجا أو كاكاسا nti otegedo kukiriza nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamusukulumya kubitonde byonna ebitonde byonna ebyatondebwa ebiri mu dunia muno ebiri mu guru nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitonde kyasukulumizibwa aine ebyenkizo byasinze ebitonde bya bingi yagenda okusooka okuzuukirwa okuzuukira okuva mu ntaana sallallahu alaihi wasallam yagenda okusooka okuba nti asooka yo mu badiro sallallahu alaihi wasallam yagenda okusooka okwolereza ate nga gwagenda gwagenda kuwolereza ate okuwoleza kwe kulime kuyitamu buli wana awolerezanga omuntu yenna agenda kuba nga ayitamu kale gwe munaffe atulaba nekyo kikakatako okubanga omanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti wabbeeyi yasukulumizibwa ebitonde byonna teri kitonde kimwenkana mu bitonde byonna Allah tabaraka wataala bye yatonda tufuna mu kabuli katono dakika ntono insha Allah tuvaatuma alhamdulillah bihi nastaini wabaati kulikayo mukumulamu tonotonoko biidhinihi tabaraka wataala. Sheikh Doktor, enze imam cheyuneti wano ni Dr. Abdullah Hudhail kuva mgwanga ya Saudi Arabia. Takallamta ani awal ma yashfa. Naam. Huwa rasulu sallallahu alayhi wa sallam. Ana indi su'al hinak. Naam. Ar-rasulu man awal man yadkhulul janna? An-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi yastaftah bab al-janna. Wa hadha fadl ataahu Allah subhanahu wa ta'ala iyyahu. Fanuqiru lahu. Gumna fatlaba nechibuzo chinyagalo kubuza doktor. Atugambye nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okusooka okuwolereza ate teri gwagenda kuwolereza alekebwe kasikyali kuwolereza bwati manyi oyiseemu sallallahu alaihi wasallam tusaba Allah tabaraka wataala tusaasire naye ekibuzo kyembuuza dokita ani agenda okusooka okuyingira ejjana awwal man yadkhulu ljanna awwal man yastaftah au man yastaftah baab ljanna huwa nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha yadullu ala annahu awwal man yadkhulu ljanna atugambye nti agenda okusooka okuyingira ejjana ya agenda okusooka okukonkona ku luggi lw'ejjana asabe eggulu ewo ye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate obujuzi bulaga nti agenda okusooka okuyingira min huna asual yaati idha dakhala aljanna kaifa sayashfa li akharin ekibuzo kigaa nti bw'anaamala okuyingira ejjana ani anaatuwolereza nga atutaliiwo ashafaa jaa fi aladilla hunaka shafaa takunu fi arasat alqiyama الشفاعة العظمى العرصات هي التي تكون في أرض المحشر الشفاعة العظمى تكون قبل فصل قبل الحساب والجزاء فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا وهناك شفاعة تكون بعد ذلك قبل دخول الجنة وهناك شفاعة تكون بعد دخول الجنة فلذلك المؤمنون إذا دخلوا الجنة يشفعون عند الله لإخوانهم أهل المعاصي الذين عذبوا معاصين في النار فيخرجهم
الله عز وجل يعني من النار. ثلاثة أقسام. نعم هناك ما أو قسمين نقول قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة فالشفاعة موجودة. أتغامبا دكتور أنت أقول رزا كل ما ميتهيكو ولوكس أقول زو كنني أقول إنه كباو إنني نميزا أنت بدنا جيتهيكو إنك نوكبر بتكون ناتان ديكا نوابا تقول رزا أقول إنه كباو ngate uhingire jana kuwe dinaga anti wala bantu bagindo kuba nga nabyagina tuoleriza nga tutuna kuba anti tutaniko kuba nga tubalibwa ati bwana maluru vanyuma ati wewe okoleriza nga tumaze okufuna jana wala uno okoleriza kwendo kuwera mbantu nga bali mujjana nga baoleriza banawe abayi na ensobi nga bali muliro nti Allah wa friend tumulaba ati twalinga naye mu birungi ati tumulaba wano mujjana lwaki tali wano naffe okona ko koleriza giye kuli kati atugambe wano nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagino kusoko kuingire jana ene ekolirizo okugenda kubawo habla nga tuna nga tushali mu balire eri atufanya kujja kuirawo nga tumaze kuingira ijana se wala fina tuwe jana كانك دعيت الله عز وجل يدخلنا الجنة. أي نعم. هذا لما ذكرت الجنة. كيف فهمت اللغة؟ أي لما ذكرت آخر شيء الجنة ففهمت أنك تدعو. أي شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. بس عندي سؤال شوية بس. نعم تفضل. في نفس المكان. جميل. أنا ظننت أن الشفاعة إذا جاء واحد على الميزان ويوضع الميزان و ما أدري هذا يسمى الذنوب والحسنات الحسنات والسيئات الحسنات والسيئات فإذا لم يتساوى الميزان الرسول يقول يا الله ممكن هذا تخلي يمشي. نعم. أنا ظننت يكون على الميزان عند الميزان فقط. لا لا هناك الشفاعة أنواع. هناك شفاعة في فصل القضاء يعني إنهاء لما يجتمع الناس في أرض المحشر يبقون يوم هو في عداد أيامنا 50,000 سنة فيأتون للأنبياء ويقولون اشفعوا لنا عند الله أن يخلصنا من هذا الموقف. فالأنبياء يعتذرون يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقوم فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده ما شاء ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس في فصل القضاء. أتقامي وانا وشتي وامزبادي مبوزي زانتي nzi batwali subira anti nabi sallallahu alaihi wasallam agenda kuwera ku mizani balete fulani bamuteekawo baseke swalazi ne manzani eri n'amazambi bagateeka eri mizani tani ko kuzanya ogenda okumaliza buti nga mizani amazambi gazito gasigasusse nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fetu musubira okubaha oku point agambe nti ya allah tabaraka wa taala omuddu ono nga yageza ako mbashi kati atugenye nti abawo okuliriza okusooka ba nabi bonanga natuka masuga allah kuyamuka yabanga batidde bagenewa nabi Adam alayhi salamu mugenye tumune guwa soka Allah guwa soka kutondaleka kwa gara nyotu olireze abagenye tuwana inangi mundekeni nae vyangi abagubi bagendewa nabi Nuh alayhi salamu na hivu watu bagenewa nabi Ibrahim alayhi salamu baveyu bagenewa nabi Musa baveyu bagenewa nabi Isa bonna bagane bamalizenga bagane tugendewa nabi Muhammad sallallahu alayhi salamu yeye kagino kutambule vigede chimbi bili visatu agende maso gana mulondo ya Allah tabaraka wa taala avunami wansi ateke wansi ekyenyi ku ttaka amugeye nti Allah tabaraka wa taala nze kuuliza bantu bano Allah amugeye nti Musa omutwe gwe Muhammad saba kyonna kyoyagala nkuwe owolereza yenna gw'oyagala okuwolereza ngenda kukkiriza okuwolerezaako kati okwekwolereza ate okunene okukuliwamu gurupu kwa gurupu konna kugenda okusookawo nga atuwolereza awolereza umme ye yennyini neeza abalala zonna agenda ziwolerezaamu نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم هناك شفاعة أخرى شفاعات أخرى هذه الشفاعة العظمى اللي ذكرناها هناك شفاعة تكون في عند موازنة الحسنات والسيئات الميزان. يعني لما يكون هناك أشخاص استحقوا العذاب ويأذن الله عز وجل بالشفاعة لهم يشفع لهم يشفع عملهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد يشفع لهم غيره فيعفى عنهم ويدخلون الجنة. وقد يشفع لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم في دخول الجنة. وهناك شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة يعني أهل الجنة اجتمعوا
يريدون الدخول إلى الجنة، فالله عز وجل يتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع، يا رب افتح لنا باب الجنة، فهذه شفاعة ويفتح لهم باب الجنة. وهناك شفاعة لأناس دخلوا الجنة بأن ترتفع درجاتهم، فهي أنواع. بس 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 كاكاتي تغامبي انتي قليوم تيغو تسوسو كنيو نيورا قوغين كباو كبانتو أبواباتيو كوري زورو نيني نيو لو كوري زورو كبانا تزيكو منزاني أو بيغاني منزاني باجيتاديكو أما زامبي غروسي غاي سيموكو abamu gajja kuba byonanga byenkanye uri 50-50 abona jabawuliriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jabawuliriza naballa mu family yose okuba ngo inamu abantu ajjo kusobola kuba nti bakuliriza nawe so Allah batwe kakati ate agantu waliwo abantu okuba nti Allah nabi bagina okuliriza sallallahu alaihi wasallam nga mazo kufuna ejjana nga abamazo jifuna bawulirize bagulirwewo ejjana wolone bagina okuliriza ngolere bali mujjana munda ninga nga Allah bongere ku madara nga bogantu umuntu asokuwa mu nsinga ino bugagga ina bilioni ya sente ati ala namuongera ati nagina mu bilioni 3 obobadde musa nagina mu kaga kali wale bagina kuira mu januari de munda ni nabi sallallahu alaihi wasallam bawulirize ate bali nyiddala bavye ku dali babadde ko mujana bagende ku dala edakati okoleza kwa mitendira juwerako jigina jisukuruma jisukuruma fasual huna yabqa كيف سيشفع يعني عند الميزان وقد دخل الجنة سيرجع؟ نعم، هناك فصل القضاء عند فصل القضاء وعند الجزاء والحساب فيشفع، فهذا الذي شفع له ليس بالضرورة أن يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع له بأن يعفى عنه، فيعفى عنه فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن موضوع الآخرة موضوع لا نقيسه على أمور الدنيا، يعني قد يكون يهيئ الله سبحانه وتعالى لنبيه ويتفضل عليه أن يكون في الجنة وأن يشفع. ولذلك الله جاء في الحديث أن الله عز وجل يهيئ للمؤمنين أن يطلعوا على من على أهل النار، على أهل النار، فقد يطلعون على أناس هم من إخوانهم وكانوا يصلون معهم لكن فعلوا معاصي استحقوا بها العذاب، فالله عز وجل يتفضل على الجميع بأن يأذن لهؤلاء أن يشفعوا لهؤلاء فيدخلون. أتوغامبا دكتور أيتوا دكتور عبد الله هذيل قمنا في قولنا يوانو أتوغامبا أنت بنت بيا خيرة تبي لو زنجا بيا الدنيا وانو نو تكمو بونغو بو يدي فوق مونغازي نني أتوغامبا أنت نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجينا كويرا وكم ميزان يا وانغابا توبالا أكتنو دي دمو في سات أمالا تنو دي ميزان يا عندي يا ربي إسولانغ تكودي تيجي كذا أنت أجاكوا واريا وينيني ashobora kubanga ari mujyana already ngajya kurira imirimo ye ashobora kubanga wali kubanga era abantu bagenda kwira ndoganti atugenda abantu bagenda kwira mu muriro already nga bali mu muriro munda nga atabala bali mujyana ninga biraba ninga te bintu wali distance impamvu wakati webyo bajya kubanga basuru kwirengera ari ngene gura ganti nikundi yagenze mu muriro nga murengera ari eri nitegeze anti bajya kubanga biriranyi obantu oli azina ayingira wano mu muriro kati soko okubanti ajja kuwolerezanga sallallahu alaihi wasallam abantu nga wali awo obanga oludi yayingiridda mu jjana nekirala empeera ya kiyama nzibu tekitegeeza nti bwali ayingidde jjana nti bawolereza wano nti olumala okuwolerezanga oyingira osi okubanga aliwo puroguramu endala eddako nga tonaa kutuka kuyingira sobola okukuwolereza nakuziza wali nebawoleza ne bateeka wali oluvannyuma naagenda sallallahu alaihi wasallam nga maze bakolako. Naam. نحن دخلنا في موضوع الشفاعة وموضوع مستقل لكنه مهم يعني. مهم جدا. طيب نواصل نواصل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما ذكرنا أظن قبل الفاصل هو الإقرار بما جعله الله سبحانه وتعالى له من فضل، كذلك من حقوقه عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه وعن سنته، فلا بد أن ندافع وندب عن عرضه، فنقف حجرة عثر أمام كل من يريد النيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الاستهزاء، ومن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم عليه أو يتكلم على سنته أو يتكلم على أهل بيته أو يتكلم على زوجاته أو يتكلم على أصحابه، هذا كله راجع إلى إيذائه، يعني أي شيء يؤذيه عليه الصلاة والسلام فيجب أن ندافع عنه المدافعة الشديدة.
era muzimu ku haqqi zoyina okumanya gwe munange nti oteekeddwa okulwanirira erinnya ly'oweekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oteekeddwa okudifendinga erinnya lye abantu b'ennyumba ye, mu bakyala be, mu baana be, mu baamulinga ku lusegere, mu bintu by'oteekeddwa okumanya nti bikuvunaanwako ku nabbi wa sallallahu alaihi wasallam. Bonna w'oba oli ne bamujeeja ne bamukkakkanya, oteekeddwa okumulwanirira mu ngeri gy'oba osobodde. Siga nti ate werije kuba otasobola, oteekeddwa okumudifendinga oba bantu bannyumba ye ng'abakyala n'abaana oba mikwano gye yalinga najo Abubakar Omar radiallahu anhu mujamia bamulyenga ku lusegere. Tokkirizibwangako n'olunaku n'olumu era tekigenda kukkirizibwa nti obeere mu kifo bajeeje abantu abo babakkakkanye ye kennyini oba be yali nabo oba b'ennyumba ye, obeere bubeezaawo oba nabo obyetabemu obyetabemu ati naawe mubakkakkanya abaddan. Oteekeddwa okuba nga omudifendinga, omulwanirira n'ab'ennyumba ye sallallahu alaihi wasallam na beyawangala nabo. Kulwaki ate waliyo ebitonde ebirala bye tugenda okufuna eby'ebbeeyi ng'abo taliyo? Tewagenda kuddayo kulabikako bitonde nga ebyo byamuliraana. Ye ali mu kiti kikye n'ebitonde ebyo byamuliraana eyo abaali bamwetoolodde abo. Abo nabo ati balina enkizo ya kika kya waggulu. Nam ومن حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام نشر سنته، فالمسلمون هم الذين يبلغون الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فمن كان متبعا أو مؤديا لحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغ هذا الدين النقي الظاهر البين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر في حدود السهولة اللامنتهية، يعني في أسهل ما يكون الأمر، بأن قال بلغوا عني ولو آية. يعني الأصل أن تبلغ كل ما تعرف، لكن إذا كسلت أو إذا قصرت بلغ ولو آية، آية لا تضرك أن تعلم. لو علمت الناس الفاتحة، فاتحة الكتاب، فأنت بلغت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن بلغ دينه، لمن بلغ عنه، قال نظر الله امرأ، يعني نظر من النظارة من الحسن والبهاء، نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. كاكات نو بوفيينو كبانغو من يكو اشتوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. انت نبي كاكاتكو كساسانيا انكولاي جيساسانيا جيجيريزا ojijje wano ogitwala oyigiriza abalala. Ekyo kikakatako ebbanga ly'omala nga wamukkiriza nti nabbi waffe era n'okkiriza enjigiriza ye. Mu bimu ku bikakatako oteekeddwa okusaasaanya enkola ye, ze sunna ze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ate era yatugamba yennyini nti balighu anni walau aya, tuusa ku nnaku oba olina kunzigyeko nze nabbi wo, wadde etteeka limu bwe liti, tuusa ku nnaku oba onjizeeko wadde etteeka limu. Ate era ekiba kitegeeza ki? Akakati n'okuolinawo kuobuyigiriza banno, tolinda ate kukunganya bingi. Alina ebingi anatuusa ebingi, nawe alina akatono tuusaako wadde katono. Akati ate olwo nno jjukira nti ate nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti Allah tabaraka wataala asitula eddaala, afula omuntu okuba nti alabika bulungi, amuteeka mu kifo eky'ebbeeyi. Oyo yenna abaawulidde ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abikwata n'abituusa nga bwe babikutte, amakulu n'abitusa bulungi nga tayongeddeemu takendezaamu, amakulu n'asomesa n'abisaasanya edaawa. Kwe kubanga tusomesa mu by'olina okumanya ebikakatako ku nabbi wa sallallahu alaihi wasallama, kwe kutuusa sunna zino zisaasanya n'ozongerayo, so si kuba nti zikuma ku gwe. Naam. Kalaika min huquqihi. Inde su'al shuwaya bas. Naam, tafadhal. Balighu anni walau aya. Naam. Hal min huna nafhamu minhu anna الناس اللي يقفون على المنبر عنده شأن واحد يفتي ثم يسأل ويجيب ويفتح المسائل الطويل، إن يقول بلغوا أني ولو آية، يحفظ آية واحدا، يرقب منبر يخطب يشتم. نعم. لا لا، هو التبليغ يجب أن يكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في التبليغ المصالح الشخصية. لكن قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذا لتخفيف الأمر وتسهيله وتيسيره على الناس. فالأصل أن تبلغ ما تعرف، يعني إذا قرأت القرآن كاملا
إذا بل لا شك أن من يبلغ القرآن كاملا أفضل من يبلغ آية فقط. نعم. لكن الذي لا يستطيع أن يبلغ القرآن كاملا يبلغ أجزاء منه ويعلم أجزاء منه. إذا ما استطاع أن يعلم هذه الأجزاء ما لن يثقله أن يبلغ آية. فإذا أنت بلغت آية وأنا آية وفلان آية لا شك أن المجتمع سيكون مرتبطا بالقرآن. بس ما دين بوزا دكتور أنت كشجامي كشجامي أنت بلغوا عني ولو آية توسا كنا كويزي وكفاكونزي نيبا تيكا لي موبيديتي ngamubuza anti weteke limwana ajja cha kumimbali inali naga anti ayi echo nabyo kuchogera sallallahu alaihi wasallama yali alagabulazi yali agereza ngabo ganti abantu abazisi takatono nite chigeza anti baba bade basufu nyo tibanze takatisura kuba tono abadan ne yali alagabulazi obukuru bwo kuba anti tusomesa okusomesa echo chikuru nyo era nataga anti tabligh omunuga tabligh gutambulya ku ilmu era jyo kumyo kubango manyichi wanvu jo kunyo kutuse ekiwanvu na manye kitono na ageza ante okute Qur'an namba teyinkana nkana kute IM era ni wabagenze mu kutusa irimu era tajja kuyinkana nkana none yakute IM nga neja ya agenze nayo kati ni kibanti okuba ati omwana damu akola da'wa akakatono ko inako obutandikana ko biidhini tabara kwa taala ujagenda ngo yongera ko mpola khitam. لا أريد أن أشير إلى نقاط مهمة في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في الدقائق المتبقية. من حقوقه محبة أهل بيته وأداء حقوقهم، وأهل بيته قرابته المؤمنون وكذلك زوجاته عليهم الصلاة رضوان الله عليهم. كذلك من حقوقه محبة صحابته، هذا من حق من حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة الصحابة وأداء حقوقهم والاعتراف بفضلهم وسابقتهم في الإسلام وخاصة السابقين الأولين أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين عشرة المبشرون بالجنة، يجب أن نؤدي حقوقهم وأن نحبهم وأن نعترف بالفضل الذي جعله الله عز وجل لهم. أتغامبي أنت والوالو بوينت ينكول إنيو جاينوك جتنوك ساكي السيرة إنيو بتغامبيك بوينت يروى ومزيمو كحق زاين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوكوا قال أبانتو بين يوم باي أبانتو بين يوم باي أو وكلو نيو تكي دوك تساكي سيرا أبانتو أبو موسى يقوي أبانا بي أبشار بي أتنا جا كو صحابة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كوكوا قال نيو إيشو شكا كتاكو تكي دواب تكي كوكوا قال نامي نيا ندلا باسو كلا دلو كسيرا مكا atimba basko kusema kawo na umulimu atira abadali dini nga Abu Bakar Umar Uthman ni Ali radiyallahu anhum jamia bonna oteke dukubanga obagala nyo ebitagambika nyo tiri kubavuma tiri kubakakanya tiri kwaisamu maso kubati obola biti babyabwe kubanyomola ebyo nabyonna bikakatako oteke dukubango bimanya oteke dukubango bisamu nkolanga tumaliriza program ya fiyo lalo na اذا سمح الوقت ايضا اختم بهذا الحق وهو عدم الغلو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه الإطراء الذي يأخذ به إلى الغلو، فهو عبد الله ورسوله. عبد الله بمعنى أن لا نرفعه إلى صفات الألوهية أو الربوبية، ورسوله بمعنى لا ننزل به عن هذا القدر الذي هو الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كتنبا نجز الشيخ نجمك جمع أنتي ate wadeyo natubyogedde nti tuna kusuka komo alghulu tuna kususa komo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugana kususa ikomo era na chivumirira nnyo yin tuno ganti Abdullah wa rasuluhu rwashu ganti Abdullah kitegeza chi nti mudwa Allah tetumususa dali ya kubanti atatu simu bwa Katonda obanti atali nyiddala gende mu dala ateke dokubanga asigala ku dala nti mudwa Allah rwashi yasako rasulullah nti atatu mubakawe atatu me Musa wansi kugamba nti ate afuse nga ffe olimba kawa Allah tabaraka wa taala kati ghuluu evumirirwa era yakigaana nga abanaswala bebakula ku nabbi Isa alaihi ssalaam bo bamusukulumya nnyo nebakuba ne bayita wo okakkana nga tebamuwanise gyatatuuka ffe yakitugaana mugambe nga bugambe nti Abdullahi wa rasuluhu omuddu wa Allah tabaraka wa taala ati mubakawe. Naam, أداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تثمر للعبد ثمرات طيبة، من ذلك محبة الله عز وجل كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكذلك الهداية في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا،
فثمرات عظيمة عندما نؤدي الحقوق المترتبة علينا للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. قالت مريزة دكتورة مريزة قالت قامانتي لم يوينوك مانيا مكبانتي تتوكريزة حق زنبك صلى الله عليه وسلم تجيجمو يبيبارا بينجي يوغن دكفنا مبيوغن دكفو يغلانيو الله تبارك وتعالى مبيوغن دكفو يغلانيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم mubiyo jya kubyogeranya dini yo no kugisa mu nkoro gitunurira no giyegendereza urime kubicyamya urime kubitabura mukwagala okubantu byo kumyo kutukiriza haqqi za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byo kumyo kubantu ate otereza mukino otereza mukiri wegendereza tokolanga gubo yagala ku mutima wabulo okolanga bwakuyigiriza nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali no natusumire teka musatu Ali Imran bagambi gwe Muhammadi wembanga mwahagala Allah tabaraka wa taala mungoberenze nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah jakubahagala. Naam naam wa fil khitam ukarir shukri li televizion salam ala hadhihi al-istidafa wa ashkuruk Sheikh Ahmed Suleiman ala hadhihi tarjama al-wafiya wa sallallahu subhanahu wa taala an yanfa'ana bima naqulu wa nasma' ونلتقي إن شاء الله تعالى إن شاء الله واتوا مريزا دكتور عبد الله خذيل أفا مغوانغا يا سعود عربيا مو سينيور لكشلا مو إزاميكي يونيفرسيتي واجتا إمام محمد إزاميكي يونيفرسيتي مو الرياض إشبوغا إشكولو إشا سعود عربيا واتوا بسبتشو تباقلانيو السلام عليكم ورحمة الله